الغزو السعودي أو الاحتلال السعودي في البحرين إلى زوال، نحن متأكدون وواثقون من ذلك. دول عظمى ودول كبرى احتلت شعوب وخرجت بالذل والعار، وسيخرج الجيش السعودي المحتل لبلدنا وأرضنا أيضا بالذل والعار. ثانيا، النظام الذي يستقوي على جيوش أجنبية لمواجهة شعب لم ينتصر في تاريخ الكون كله، نظام ديكتاتوري مغتصب للسلطة لا شرعية له، واللجوء إلى القوة واستخدام الأجانب إلى ضرب الشعب وإلى قمع الشعب وإلى التنكيل بالشعب، نهايته محتومة أيضا بنهاية هذا النظام.